الوطن هو كيان يتغلغل في الوجدان. عندما يصل الوطن إلى مرحلة أن يسكننا، يكون قد بلغ المرحلة المثلى التي تجعله بالفعل هو وطن. فلهذا نبقى نحمل الوطن كقدر على جبيننا مهما ابتعدنا مهما نأينا عنه. تشتكي له همك للوطن، تناجيه من بعيد: يا وطن نحن محبون لك، نحن العاشرون، لماذا هذا حالنا؟ تشتكي همك خصوصا للغربة. أكيد أكيد، يعني إحنا ليالي يعني، وتتمثل أحيانا شخص يجلس معك ويحاورك وتحاوره و يعني تناغيه وتناجيه ويناجيك، هو أيضا يتفاعل معك في أحيان كثيرة، هو يبقى يعني حنون على أبنائه مهما يعني ابتعدوا، مهما يعني طال الزمن وابتعدوا عن أنا. على امتداد 16 سنة متواصلة وقتها لما أزر العراق، يعني أنا من غادرت بعد 16 سنة رجعت للعراق، فكنت أشعر بالذنب الكبير. هو حقيقة صار نوع من الحاجز النفسي، لأنه خلال هذه الفترة تغيرات كثيرة، يعني توفى الوالد، توفت الوالدة، توفت الجدة اللي ربتنا، فكيف أروح وأرجع وهم ذول ما موجودين؟ ها زين، كيف يعني شنو موقفي؟ هذا هو الحاجز النفسي اللي تشكل. بعدين خوفا على انه كل ما نشوف احنا بالصور وبالكذا وبالوسائل الاعلام الدمار اللي حصل بهذا، اقول هذا الصوره الجميله اللي بداخلي ليش ما اخليها تبقى مثل ما هي الصوره، احسن ما تتحطم تتدمر. واكيد الزمن عبث بالمكان يعني، ويعني الاحداث والحرب والظروف اللي مر بها العراق ما كانت سهله، كانت صعبه وتركت بصمات على كل مكان وعلى كل حتى على وجوه الناس. فكنت مرعوب من هاي الصوره، خائف انه ارجع، فكنت اجل هذا الموضوع الى انه خلاص يعني وصلت الى مرحله انه ما بها مجال، لازم اروح. وبالفعل رحت، كانت رحلة كثير موجعة ومؤلمة، وخرجت بكتاب سميته 14 ساعة في مطار بغداد، يعني وتشكل في المطار بعد مغادرتي، وكانت الطائرة مغادرة، فبقيت محبوس في المطار 14 ساعة، وأستذكر الرحلة ورحلة خروجي وعودتي وكل ما صادفني. نعم، الوطن يبقى يعني حنون على أبنائه مهما يعني ابتعدوا، مهما يعني طال الزمن. بارد تراب بيتك الجديد، بارد هواؤه، باردة سماؤه، والمطر الثقيل بارد، باردة أنامل الرعود والبروق والآلام، بارد صمتك لا صوت لذاك الجار والجدار، لا نخلة تمد ظلا طازجا، لا ضوء لا أنهار، بارد لون الرخام، بارد جلد الظلام، وارتجافة الأشجار في العراء، فما الذي بطائر الكلام من بلاد الشمس جاء؟ من ألقاه من علاه في براثن الشتاء؟
من جاء بالمنفي من مقهى إلى منفى على الرصيف كي يرميه في منفى. والندمان هل غابوا عن العيون خلف الغيم؟ أين النجم؟ أين الحلم والخلان؟ أين؟ هل أداروا الظهر للشتاء؟ أم أنت للغيب مضيت لما أطبقت عليك ذات لحظة عصيبة برودة الأشياء؟ لحظة عصيبة برودة الأشياء. في موقف ما مشاعرك الحقيقية؟ موقف وأنت ناوي وتحمل الشنطة للسفر وتغادر الوطن، موقف تتذكر به كل جميل، موقف ودعت شيء، مشاعر بالتأكيد هي مؤلمة حزينة، ولكن أنا أريد في تلك اللحظة شو ودعت؟ نخلة، بيت، أم، أب، هذا الموقف شلون كان؟ إيه هذا من أصعب المواقف بحياتي. أنا كنت مقرر أنه مغادر وما أرجع، لكن أوهمت اللي حولي بين أنا رايح أسبوع وأرجع، يعني مجرد أسبوع وأرجع، بس أنا مقرر ويا نفسي أنا ما أرجع. أوهمتهم ليش؟ حتى أتجاوز هذه اللحظات بسهولة أو طبيعي وكذا. فأتذكر يعني ودعت والدي وبعدين جاي غادر، وإذا بواحد أخوي علي جبار الآن هو صحفي كاتب، فقالوا لي تعال ارجع، وقام من النوم تعال ودعك، كنت الصبح. فبالفعل رجعت فعانقني وأشوف الدموع، أنا مستغرب شنو ليش الدموع، يعني أنا رايح أرجع بعد أسبوع. ذكرت أنه أنا اللي وهمتهم بهذا الشيء، بس الحقيقة هم كلهم داركين عارفين أنه أنا هذا الشيء. بعدين جاني جبار المشهداني الآن هو إعلامي معروف، ووديع نادر، صديقين عزيزين، وكذلك منذر عبد الحر، كانوا يعني ودعوني، كنا بالعلاوي بقراج العلاوي، وأخي محمد المرحوم اللي توفى أيضا قبل سنة وشوية. في قراج العلاوي وكانت معي الشاعرة أمل الجبوري والمرحومة حكمية جرار، وتوجهنا إلى الأردن. وهذا الموقف مهما كان لا يمكن أن أنساه، وهؤلاء الأصدقاء ما زلت على تواصل معهم. ونتذكر ذلك اللقاء، أيضا ودعت جليل خزعل شاعر الأطفال الجميل، يعني أيضا كان من ضمن الأصدقاء اللي ودعتهم. والله مشتاق لترابك يا حبيبي يا عراق، والله محتاج الحنانك أتمنى بعيونك أباك. والدي توفى بعد شهور من مغادرتي، وكأنما كان يعرف أنه خلاص هذا هو الوداع الأخير، وانقلبت حياتي. المهم بعدين عاد 2007 الوالدة أيضا لحقت بي من هذا الباب، يعني قلت لك تشكل حاجز نفسي، يعني كيف أرجع وأنا ما شهدت هذه، يعني هذه كل هذه الأحداث اللي مرت. يعني الغربة كثير يقولون أن أنتم مرتاحين، لا يعني هذا شيء تشكل حاجز نفسي، يعني كيف أرجع وأنا ما شهدت هذه، يعني هذه كل هذه الأحداث اللي مرت. مهما كان، مهما يعني أخذنا، مهما
يعني امتزجنا بواقعنا الجديد، يبقى فتشي يعني بداخلنا محطم مهدم، يبقى جدار خرب يعني نعلق به عليه كل صور كل تلك الذكريات والتفاصيل. يعني كيف شجرة تقلعها من جذورها وتخليها بمكان ثاني؟ يعني مهما نمت هي ما تنمو نمو طبيعي أكيد، لأنه ظل جذورها الأولية بذاك المكان. فمن هذا الباب يعني بكل سهولة يعني يخونوك ويقولون كذا يعني أميري أنت عايش في ضميري وأنت عرشي أميري وأنت روح الماء ملها. مهما كان مهما تزجنا بواقعنا الجديد يبقى فتشي يعني داخلنا محطم مهدم، يبقى جدار خرب. يا عراق البعد عنك جبل همه ما يطاق، يا عراق البعد عنك جبل همه ما يطاق. كيف شجرة تقلعها من جذورها وتخليها بمكان ثاني؟ يعني مهما نمت هي ما تنمو نمو طبيعي أكيد، لأنه ظل جذورها الأولية بذاك المكان. كل سهولة يعني يخونوك ويقولون كذا يعني يا وطن أتمنى أشوفك يا حبيبي بغير حال، خاف أجيك وما ألاقي ذاك هالعز والدلال. إذن هي مواقف صعبة، خصوصا وأنت تودع لحد، والأصعب وأنت يعني تتاح لك الفرصة للعودة، لكن أنت تقول يعني من خلال عباراتك يعني كيف أعود ولا أرى حبيبا ولا أبا ولا أخا. بالضبط، أنا لدي نص يعني عبرت عن هذه قضية العودة، عنوانه بماذا يعود الغريب؟ بماذا يعود الغريب إذا عاد من ليله السرمدي؟ بمقبرة في الضمير، بتذكرة للعبور إلى الآخرة، بأفق صغير يعلقه قرب دمعة جدته في جدار الخرافات. بماذا يعود؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات، بحلم كثير القروح، بجرح فسيح، بقبض غبار وريح. بماذا يعود الغريب لأوراق؟ بكسرة موت وقد ضاع ما ضاع في الدرب من زهرة للمكوث. بماذا يعود؟ بمكر التراب، بسر، ببيت من الشعر، بحزن الوجود، بدرع من الضوء عند ضجيج مرايا السراب،
بطيف عتيق يبل الفؤاد بنهر دموع يضاف لما في البلاد. بماذا يعود الغريب؟ بحشرجة ونحيب، بليلكة لا تنام إذا نام في طرقات الصهيل، بليل شديد السواد طويل. بماذا؟ بجثته بعد حين. بماذا يعود؟ بجرح حسين جديد. بماذا يعود؟ بماذا يعود الغريب؟ بنهر دموع يضاف لما في البلاد. بماذا يعود الغريب؟ بماذا يعود؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات. بماذا يعود الغريب؟ بليل شديد السواد طويل. بماذا؟ بجثته بعد حين. بماذا يعود؟ بجرح حسين جديد. بماذا يعود؟ يا عراق البعد عنك جبل هم ما يقرا، يا عراق البعد عنك جبل هم ما يقرا. لا، هو هذا حياتنا، هذا صار جزء من يومياتنا. هذا الحزن جزء من يومياتنا. هذا الحزن، هذا الحزن. بعد خروجي من العراق 94 فالتقيت بالشاعر الكبير سعد يوسف، فسألني كيف حالك؟ قلت له والله عندي مشكلة. قال لي شنو؟ قلت له أنه أنا كل أحلامي مسرح العراق. انا اريد احلم، يعني اريد هذا يوميا، واقوم الصبح اتذكر واتالم وهذا. فضحك قال لي انا صار لي 23 سنه وهذه الاحلامي نفس الشيء. قلت له وهل تخلصت منها؟ قال مؤخرا تخلصت منها. فانا قلت بعد 23 سنه، لكن الحقيقه الان انا من طلع من قادرت لي الان اكثر من يعني ما أعرف 25 سنة لسه ما أزال يعني أحلم. قبل أسبوع أنا حلمان وأنا أتجول بشوارع العراق وكذا. فالقضية أنا كنت مستكثرها، يعني لما يقول لي 23 سنة الآن أنا تجاوزت هذا الرقم بكثير، وما تزال العملية مش حميم مستمر. فما قضية الأماكن الجميلة اللي يمكن تعوض الوطن؟ لي قصيدة اسمها وطن، قصيرة أقول بها: أبعدوا ضفدعا عن طمى بركة ليرى جدولا رائعا بعد نصف نهار بكى وشكى ذائعا. لا تفرط بأدنى وطن ولو كان مستنقع. لا تفرط بأدنى وطن ولو كان مستنقع. معذرة على سؤالي اللي فيه الكثير من الاستفزاز صراحة، بصراحة عندك وطن؟ يعني طبعا يبقى الوطن، يعني اذا انا بعيد عنه فهو مو بعيد عني.
هو مثل ما قلت انه هو داخلي هو بوجداني، هو المكان اللي عليه اهلي واصدقائي وذكرياتي، ومحتضن كل هذه التفاصيل. هذا هو يعني يبقى يعني بداخلي. انا الان مستقر حياتيا في سلطة عمان، وشرفوني بالجنسية العمانية، وأعيش بكامل حقوقي كمواطن عماني. يعني منحتني عمان الكثير، يعني الكثير يعني. وواسين العلج يقول وطنك هو المكان الذي يقدرك ويمنحك حبه. فعمان منحتنا حبها، ومنحتنا تقديرها ايضا. فلكن يبقى العراق يعني هو امتداد، هو امتداد، هو هذا الكيان اللي يعني هو مرجعيتي الأولى. أنا عايش في عمان جسدي وكياني وكذا، لكن هو يبقى مرجعيتي ويبقى يعني جزء من كياني يعني. هذا وهاي ميزتي أيضا في عمان اللي يحبوها بي أيضا. يبقى عندك وطن اسمه العراق. أكيد أكيد طبعا، ها العراق وعمان ووطننا العربي. إحنا وإحنا أطفال ننشد بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغدادي. يعني فهو هذا وضع احنا. انا ما ابتعدت كثيرا ترى، يعني انا انتقلت يعني من شقه لشقه في بنايه. قلبك يبقى بالعراق، وقلبي وذاكرتي ووجداني وكياني في عمان وفي العراق، هكذا يعني. انا يعني كسبت مكانا جديدا، كسبت وطنا اضافيا، وهذا يعني نوع من ووطن هو بلد عربي يعني. كانت من التاريخ معروفه هاي التنقلات بين يعني والفراهيدي تنقل بين عمان وابن دريد وغيره والبصره، فكانت موجوده هذه التنقلات. انا اعتبر نفسي انتقلت من مكان الى مكان، وهو وطني هو الوطن العربي كله. وطني هو الوطن العربي كله. سأقولها بفم تغرغر بالشجن، أنا مثلكم عندي وطن، عندي وطن.